بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله نعم وآله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم. في البداية كنشكر الإخوان على الحضور ديالهم وعلى الوقت ديالهم، وكنشكر سيدي أنور اللي أول مرة كيتواجد معنا من فرنسا، كذلك كنشكر يعني الصيدلية الأخت عتيقة الإبنة ديال سيدي مصطفى البوزيدي من هولندا، كذلك الدكتورة عتيقة. دكتورة عتيقة، فهي صيدلانية اللي في التخصص ديال الصيدلة، أول مرة كتحضر معنا، كنشكروها كذلك. كنشكر الأخوات اللي يحضروا معنا والإخوان كاملين على الأوقات ديالهم. نسأل الله تعالى أن يبارك لكم في أوقاتكم وفي آمين. مجهوداتكم. اليوم إن شكرا شاء الله سيدي. تعالى كيف ما كتشوفوا في العنوان ديال المحاضرة مع نهاية السنة هذه 2023، بغينا نديروا الانطلاقة ديال واحد المشروع، يعني باش نحترفوا في هذا المجال ديال البيع المباشر او لا ما يعرف بالام ال ام. درنا ان شاء الله واحد المقدمه، لان معنا جدد اللي ما كيعرفوش هذه الصناعه ديال البيع المباشر. حضرنا بعض المعلومات، ثم عاد سنغوص ان شاء الله تعالى في واحد الكتاب ديال اريك ووري بعنوان جو برو، يعني انطلق للاحترافيه في صناعه البيع المباشر. فان شاء الله غادي يكون الترتيب كالتالي، غادي ندير واحد التقديم على الصناعه ديال البيع المباشر باش نتعم الفائده ان شاء الله تعالى، ثم غادي نهضروا على سبعه ديال المهارات ولا سبعه ديال المحاور لاحتراف هذه الصناعه ديال البيع المباشر على بركه الله. كيف ما كنعرفوا جميعا ان جمعيه البيع المباشر هي جمعيه تجاريه تاسست في الولايات المتحده الامريكيه، وهي متخصصه في البيع المباشر، وخاصة تلك التي تستخدم خطط تعويضية أو تسويقية متعددة المستويات، ومقرها في واشنطن العاصمة هي الرابطة التجارية الوطنية لمجموعة من الشركات التي تصنع وتوزع السلع والخدمات التي تباع مباشرة للمستهلكين، عادة من خلال البيع الاجتماعي الذي يتضمن نموذج تعويض يسمى التسويق المتعدد المستويات عكس التسويق التقليدي. تأسست هذه الجمعية في نيويورك سنة 1910 كمجموعة تجارية للبائعين من الباب إلى الباب، وكانت تسمى في الأصل جمعية وكلاء الائتمان، ثم تغير اسمها إلى في سنة 1914، وأعيدت تسميتها لفترة وجيزة إلى الرابطة الوطنية لشركات الوكالات والطلبات البريدية في سنة 1917، اللي هي الرابطة الوطنية لشركات الوكالات شركة تسويق دي اس ا في عام سنة 1920. أصبحت جمعية البيع المباشر في سنة 1968 أو اعتبارا من 1960 لاناك، كان أقل من 5% من الأعضاء قبل أن تعود لتشمل ما يقرب 130 شركة ديال البيع المباشر. أكثر من 90% منها كانت شركات تسويق متعددة المستويات بحلول 2018. ثم إن هذه الصناعة ديال البيع المباشر حققت زيادة في الإجمال المالي اللي هو صناعة البيع المباشر لأكثر من قرن، يعني هذه الصناعة هذه موجودة لأكثر من قرن. وأكد التقرير الذي أصدره الاتحاد العالمي لجمعية البيع المباشر للمبيعات العالمية أنه زادت النسبة ديال 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 المدخول من سنة 2019 إلى سنة 2002 ب 2.3%. قبل كورونا، يعني 2019 قبل كورونا، كان المدخول الإجمالي هو 175.3 مليار دولار أمريكي، وفي 2020 زاد 179.3 مليار دولار أمريكي. كيف ما قلنا في المحاضرات السابقة أن هذه الصناعة ديال البيع المباشر كتخلق فرص ديال الشغل، كتساهم في التنمية وفي الاقتصاد ديال الدول، ولأنها كتخلق مناصب ديال الشغل كثيرة ومتعددة. كما سبق لنا قلنا ان عدد الشركات ديال البيع المباشر حول العالم حاليا اخر الاحصائيات انها 130 شركه حول العالم، وحسب احصائيات اجرتها منظمه البيع المباشر، عدد العاملين في هذا المجال اللي هو الام ال ام او التسويق الشبكي او صناعه البيع المباشر اكثر من 180 مليون شخص حول العالم. وشركه دي اكس ان اللي احنا اعضاء معها هي الاولى عالميا في زراعه وتصدير الفطر الريشي، وهي رقم 13 عالميا كذلك في صناعه البيع المباشر، والأولى في الشرق الأوسط، وتجاوز عدد أعضائها 16 مليون عضو حول العالم. كما كتعرفوا هذه المعلومات فهي مفيدة للجميع باش نعرفوا هذه الصناعة ديال البيع المباشر شنو هي وشنو الفرق بينها وبين الصناعة التقليدية، فهذه الأرقام فهي مهمة.
كيف ما كيقول إيريك وورل اللي غادي نشوفوا الكتاب ديالو جو برو اليوم، انه كيقول في هذه التجاره ولا في هذه الصناعه كاين ثلاثه ديال الاصناف ديال الناس. الصنف الاول، الصنف الاول ديال الناس اللي متواجد معنا وكيكونوا كاع سجلوا معنا عضويه، هما اعضاء كيكونوا هواة، والعلامات ديالهم كيف ما تيقول في البدايه ديال الكتاب هي اربعه: يركزون على الحظ، يركزون على الوقت، يعشقون الطرق المختصره، يبقاو يبحثوا في امور اللي ما غاديش تجذب عليهم لهما لا الفرق ديالهم الفائده. ناس يعني كيف ما تنقولوا كيركزوا داخل في هذا المشروع، ماشي باش يشوف واحد القيمه اضافيه، لكن هو داخل كيف ما تنقولوا زايد هذا المشروع خضره فوق الطعام، يعني ما ربح خسر نفع ما نفعش عنده ماشي مشكل، فهذا يعتبر من الهوات. النوع الثاني هو المدعوون او المزيفون، مثل الاشخاص الذين يلعبون اوراق اليانصيب، يعني كيدخل كيتسنى واحد الفرصه، كيتسنى انه يدير واحد الصفقه، ربما ماشي كيدخل كاحترافي. والنوع الثالث هما المحترفون، المحترفون هما الاشخاص المحترفون اللي كنقولوا شخص محترف هو الشخص الخبير وعنده مهارات معينه لبناء شبكه تسويقيه كبيره وناجحه. ويقول الخبراء لاحتراف اي مجال، اي مجال في الحياه بصفه عامه، باش تحترف اي مجال ولكي تصبح خبيرا في مجال معين لا بد من ان تعمل بجد لاكثر من 10000 ساعه. ملي كتوصل هذا التارجت وكتوصل لهذا 10000 ساعه، ممكن انك تعتبر يعني خبير في المجال، وممكن يعني تجني الثمار ديال المعرفه وديال الخبره ديالك. من اجل احتراف هذه التجاره الذكيه عليك اولا بثلاثه امور، يعني جو كوري اللي هو الكاتب ديال الكتاب في البدايه ديال الكتاب ديالو تيقول لك باش 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 تحترف هذا المجال لابد عليك من ثلاثه ديال الامور. المساله الاولى، يعني بغض النظر على المرجعيه العلميه ديالك ولا الدراسه الاكاديميه عليك، فهاد التجاره ديال صناعه البيع المباشر هي تجاره يعني اللي هي جديده بالنسبه لك، ما عندكش عليها معلومات، فلا بد من افراغ الكاس. هذا افراغ الكاس عطى واحد المثال بالياباني، اللي كان هذا ياباني كان دخل اعلى المدارس في اليابان وخد الدبلوم الاول في واحد المؤسسه بامتياز، ثم مشى للمؤسسه الثانيه خد دبلوم يعني بامتياز، ثم المؤسسه الثالثه فسمع على واحد المؤسسه اللي كيتخرجوا منها ناس يعني عندهم شواهد عليا، فمشى جلس معهم في هذيك البيوت اليابانيه ديال الخشب، وجلس مع المعلم وبقى يقول له انا المهم عندي دراسات، عندي دبلومات، انا قريت هنا وتميزت هنا وعندي شواهد يعني عليا وهذه الامور هذه كامله. فبقى كيصب له الشاي حتى خوى عليه الشاي في الكاس ديالو، ويقول له شنو كدير، راك حرقتي عليا الماء كامل. قال له سير ولدي فرغ الكاس ديالك ثم رجع عندي، انت الكاس ديالك ديجا عامر، هنا ما عندك ما دير معايا. فبالتالي باش تكون محترف في اي مجال لازم عليك انك تفرغ الكاس، لان لكل زمان رجالاته وكل مجال عنده الناس ديالو، ولازم ان الانسان يتعلم. ثم المساله الثانيه هي تغيير نمط التفكير. فالناس يعني ناس ما فالانسان عدو ما يجهل، كما تيقول الخبراء ما لا يمكن معرفته لا يمكن ادراكه، وبالتالي لا يمكن تحقيقه. فبالتالي ملي كنتكلموا مع الناس في هذه الصناعه ولا في هذه التجاره الذكيه اللي حنا يعني في افريقيا وفي الشرق الاوسط بصفه عامه، يعني قبل كورونا كانت هذه الصناعه يلا كتمثل 1% من 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 المنتوج المحلي ولا من القيمه المضافه اللي كتزيد للدول، عكس امريكا واوروبا واسيا كذلك. الناس كيعرفوا هذه التجاره الذكيه لانها متواجده اكثر من قرن، ويعني الناس كلها كتعرفها، عكس افريقيا والشرق الاوسط الناس ما عندهمش يعني المعرفه. فبالتالي لازم ان الانسان يغير النمط ديال التفكير ديالو، لانه تشبع بواحد القناعات ولا بواحد المعرفه اللي هي تقليديه. المساله الثالثه كيقول ايريك ووري في الكتاب ديالو، النجاح يكمن فقط فيما لا تعلم انك لا تعلمه. هذه مقوله مهمه، النجاح في الحياه بصفه عامه يكمن فيما لا تعلم انك لا تعلمه. هذا إيريك ووري كان دخل الصناعه في 1988، دخل في واحد السن اللي هو صغير، كانت عنده 22 سنه، وانضم مع واحد الشركه وبقى مع ديك الشركه تقريبا لمده 3 سنوات ما حققش نجاحات. واحد النهار مشى للشركه وقاهم دايرين واحد السيمينار، واحد الاحتفال، وكيديروا التهنئه ديال الاعضاء ديالهم في هذاك المناسبه هذيك، الناس فرحانين، الناس يعني كتهنى بعضياتها. ف
لقى واحد السيد من القدامى يعني في الصناعه ديال البيع المباشر، بقى كيقول له دي انا راه ما نجحتش في الصناعه لان الناس ما كيقتنعوش، الناس المجتمعات القدره الشرائيه ما عندهمش، وبقى يعني كيعيب في الناس وكيعيب في المنتج وكيعيب في الشركات، وانا بدلت الشركه مره ومرتين وثلاثه وهذا المشروع هذا يعني فاشل وهذا، بقى كيسمعوا الى الاخير. قال لي المسؤول على النجاح والفشل هو انت. إذا بغيتي تنجح في اي مجال في الحياه لازم انك يعني انت هو المسؤول على النجاح وعلى الفشل ديالك. في النجاح كما تنقولوا هو قرار، والفشل كذلك قرار. راه سهل باش نلوم الاخر ونلوم الناس ونلوم المجتمعات، لكن الاصلاح كيبدا من النفس ديالي. راه لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فكيقول ان المشكله في الحياه وخاصه في هذه الصناعه ديال البيع المباشر على الخصوص هي مشكله اخلاقيه. بمعنى كيفاش مشكله اخلاقيه؟ خصنا الالتزام والاتقان. الله تعالى تيقول لك ولا النبي عليه الصلاه والسلام تيقول لك يعني رحم الله من عمل عملا صالحا فاتقنه. الاتقان هو اللي كيعطينا نتائج متقدمه. الاتقان في جميع المجالات وفي الحياه بصفه عامه، اذا كان الانسان متقن للعمل ديالو وكيحب العمل ديالو فبالتالي كيعطي فيه وكيزيد واحد القيمه اضافيه للمجتمعات وللافراد. فبالتالي هاد الام ان ام ولا ما يعرف بهذه الصناعه ديال البيع المباشر فهي عباره عن اداه. هذه راه واحد الاداه كيف ما قلنا في المحاضره السابقه، هذه اداه باش نحسنوا بزاف ديال الامور كيف ما ذكرنا في المحاضره السابقه. كنا تكلمنا على الفوائد ديال هذه الصناعه ديال البيع المباشر، انك تخلق فرص ديال الشغل اولا، ثانيا انك تعطينا منتج حقيقي لانها يعني كتعطينا منتج من الشركه للمستهلك مباشره. كذلك هذه الصناعه هذه هي الصناعه ديال المليونيرات كما تنقولوا. هذه الصناعه هذه كتعطي فرص الشغل من البيت بدون قيود بدون دوام للنساء وللرجال. هذه الصناعه كتساعد اصحاب الاحتياجات الخاصه كذلك. هذه الصناعه عندها الكثير من الفوائد. يعني احنا الام ان ام اليوم قاعدين نهضروا عليه كاداه لتحسين بعض الاوضاع ولا بعض الامور عند الناس. الدكتور لين اللي هو المؤسس ديال الشركه ديال دي اكس ان كان مسؤول واحد السؤال، قالوا له كيفاش يعني هذا الام ان ام ربما عنده واحد الصوره اللي ماشي هي مزيان عند الكثير من الناس، فكيفاش انت جئتي لهذا النظام ولا هذا لو سيستيم ديال الماركتينغ دو ريزو باش تروج به المنتجات ديالك؟ كان عنده واحد الاجابه اللي هي ديال راس الحكيم. قال لهم الام ان ام ولا غيره وخاصه الام ان ام قالوا دير بحال واحد السكين ممكن انك تستعمله باش تقطع به امور اللي تنفع بها راسك، ولا ممكن انك تستعمله في الامور الضاره. فما كنقولوش حنا ان السكين خايب ولا مزيان، انت والاستعمال ديالك للسكين. فبالتالي الى الشركه اللي حنا معاها اليوم كيف ما كنعرفوا كامل انها عندها منتج حقيقي وعندها منتجات معترف بها دوليا، الشركة عندها فروع حول العالم ومتواجد أكثر من 30 سنة، الشركة عندها مزارع، الشركة العدد ديال الأعضاء ديالها اليوم فات 16 مليون عضو حول العالم، الشركة بدون ديون، الشركة منخرطة حاليا في البورصة الماليزية الإسلامية وكتعامل يعني بدون 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 يعني بأمور حلال 100%. فبالتالي هذا الإملام إلى استعملناه بالطريقة الصحيحة مع الشركة الصحيحة فعادي تكون الفائدة والناس كذلك عادي يستفدوا منه. المسألة الأولى نديروا غير واحد التقديم على 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 باش ندخلوا إن شاء الله في الكتاب. احنا تكلمنا في الفقرة الأولى على الصناعة ديال البيع المباشر، التاريخ ديالها والانتشار ديالها حول العالم. الفقرة الثانية هذه غادي نتكلموا إن شاء الله تعالى على الكتاب ديال جوبرو لإيريك ووري اللي كيتكلم فيه على انطلق للاحترافية في هذه التجارة الذكية. هذا كتاب لخبير في هذا المجال يعني أكثر من 30 سنة. إيريك ووري بدأ التسويق الشبكي شاب صغير بعمر 22 سنة واستمر حتى الآن، وطبعا الآن هو من الأحرار ماليا في صناعة البيع المباشر، من أكبر الأشخاص في هذا المجال. بنى منظمة تسويقية بلغ مجموعها أكثر من 500 ألف مسوق حول العالم في أكثر من 60 بلد. أصبح إيريك مدرب بارع وأجرى أكثر من 250 ألف تدريب حول العالم، حيث كان يعلم الناس كيف تصبح محترفة في صناعة البيع المباشر. حصل سنة 2010 على أحد أكبر الشيكات التي تحررها شركته في تاريخها بقيمة أكثر من 5 مليون ديال الدولار. تجاوز دخله السنوي 15 مليون دولار سنويا، ما يعادل يعني واحد المليار وربع تقريبا في الشهر. هذا المدخول ديالها إيريك ووري. كانت بدايته بسيطة لكن كانت له أهداف وأحلام كبيرة.
بدأ بأمريكا بأعمال تقليدية وفشل حتى دخل صناعة البيع المباشر، وحقق نجاحات كثيرة حتى أصبح مدرباً عالمياً. نريد تسليط الضوء في هذا في هذه الجلسة على هذه الصناعة والاستفادة من الخبراء في هذا المجال، لا من أجل التعقيد، لا احنا اليوم ما بغيناش نعقدوا الأمور ولا بغينا يعني نصعبوا على الأعضاء ديالنا، بالعكس، بل من أجل التبسيط والإتقان لقوله تعالى: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا خبير في المجال، بغينا نستافدوا من الخبرة ديالو ومن التجربة ديالو، لأن الخبراء بصفة عامة تيقول لك التقليد، يعني تشوف واحد الإنسان ناجح وحقق يعني إنجازات ونجح في واحد المشروع أو تقلد بلا ما تجتهد أكثر، لأن كما تنقولوا الناس الخبراء واللي عندهم تجربة عبروا النهر وجربوه ونجحوا، فلا داعي يعني انك تفكر بزاف، حاول دير يعني كوبي كولي وزيد من عندك، يعني كيف ما تنقولوا حنايا ابدا من حيث انتهى الذي من قبلك. فالخبراء في هذا المجال سبقونا هما في التجربه وعندهم خبرات وربما فشلوا مرات متعدده، فبالتالي هذا إيريك وريدر هذا الكتاب باش يفيد الناس حول العالم، وما كنهضروش على اي رجل، كنهضروا على رجل يعني حقق ارقام اللي هي كبيره وعنده اكثر من 30 سنه في هذه الصناعه ديال البيع المباشر. هذا الكتاب يحتوي على 104 صفحة وفيه 12 فصل، سنسلط الضوء على 7 محاور لا بد من إتقانها. هاد 7 ديال المحاور ولا هاد 7 ديال المهارات في هاد التجارة الذكية، إلا قدرنا أننا نتقنها ونتصرفوا بالطريقة الصحيحة عادي نقدروا نفعوا نفسنا ونفعوا الفرق ديالنا. كيف ما كنعرفوا كاملين أن هاد كما قال إيريك ووري في البداية ديال الكتاب ديالو، كان بدا يعني بحال داك الملاكم اللي دخل الرينج وبدا في الموضوع مباشرة، قال أنه الناس كلها عندها دوام، عندها أعمال يعني ملتزمة، لا بلوبار زعما ديال الناس كيكونوا عندهم دي كونطرا سي دي وتيكونوا خدامين موظفين، تكون عندهم واحد الالتزامات، عندهم واحد الأوقات ديال العمل، ما يمكنش يعني تدخل وتخرج كيف ما بغيتي. أولا ما عندكش الحرية ديال الزمان والمكان، هذه المسألة الأولى. كيكون عندك واحد لو سالير يعني اللي هو فيكس، وخد الشهد أكثر مع الشركة وتكون مهندس ولا تكون طبيب، إلا كنت يعني موظف ولا 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 مع واحد المؤسسة فأنت كتلتزم بواحد الضوابط ديال المؤسسة. فاليوم إحنا شنو بغينا نقوله، أن الناس يعني ربما هذه الفرصة هذه تتيح بزاف ديال الناس واحد المجال ولا واحد الفرصة أنه يغير ربما من 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 حياته بالموازاة مع العمل اللي كيقوم به حاليا. ففي الفصل الأول قال أن البيع المباشر ليس مثاليا لكنه الأفضل، يعني بإمكان الناس أنهم يزاولوا هذا العمل الحر بالموازاة مع العمل ديالهم، فلا يضر، لأنه ما كيطلبش منك واحد الوقت كثير، بل كيطلب منك يعني شيء من الجدية والإتقان. المسألة الثانية، إذا قررت المشاركة في البيع المباشر قرر أن تكون محترفا، يعني أنت اليوم في هذه الصناعة هذه فرصة الله تعالى، يعني أي واحد فينا الحمد لله، أنا يعني أعتبر نفسي أنني محظوظ أنني وصلت لي هذه الصناعه وهذه التجاره الذكيه. انا كنعقل واحد الوقت يعني كنا ملي كنتكلموا على المشاريع كنتكلموا على راس المال، اولا كنتكلموا على ان خصك تكون عندك واحد راس المال، تكون عندك واحد الخبرات السابقه، تكون عندك واحد المؤسسه، يكون عندك واحد المسؤوليات، يعني كتلتزم بالزمان وبالمكان عكس هذا المشروع الذكي. هذا المشروع الذكي ما فيش عندك حريه الزمان حريه المكان وبدون راس مال، وما كاينش الريسكينغ، ما كاينش مخاطره، فبالتالي الشركه كتوضع لك واحد لو سيستيم ديال السوق المتعدد المستويات، كتعطيك منتجات وكتعطيك فروع حول العالم، فقط كيطلبوا منك انك تكون جدي وتكون كذلك عندك الرغبه الحقيقيه للنجاح. الفصل الثالث كيقول مثل اي مهنه عليك تعلم بعض المهارات. هاد الصناعه ولا هاد التجاره ديال الذكيه خصك تعلم بعض المهارات باش تفوق وتحقق فيها النجاحات، عكس ما كيقولوا الكثير من الناس ان النجاح ان المال يعني كيجيب بالنجاح، ولا ان المال ياتي بالمال. لا الخبراء تيقول لك ان الا كنتي ليدر تشيب، الا كنتي قائد القاد، الا كنتي يعني قائد تقدر تجيب المال وتجيب النجاح، لكن عكس الناس اللي يظنون انه يعني لا عنده فقط المال يقدر يجذب المال، ولا عنده يعني الاثنين راه عادي كثر من الثروه ديالو ولا من المال ديالو. فالقياده هي اللي كتحقق بك، هي كتحقق بها هذه الامور هذه كامله. الفصل الرابع
وهو الموضوع المحوري هو من العجلات ديال هاد الصناعه ديال البيع المباشر. ففي الفصل الرابع كنتكلم على ابحث على الاعضاء ديال الشبكه المحتملين اللي هو الاستقطاب. وهنا كنهضر على واحد المساله، هضر على 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 الاعضاء المحتملين قبل الاستقطاب وهضر عليهم بعد الاستقطاب. غادي نشوف هاد الشيء في تفاصيل في المحاور المقبله، لكن في الفصل الرابع كنبحث قال لك الا بغيتي تكون محترف في هذه الصناعه ديال البيع المباشر لازم عليك انك يكون عندك البحث على الاعضاء المحتملين اللي غادي تبني بهم الفريق ديالك. كما كتعرفوا ان هذه الصناعه كتعتمد على الناس، باش تنجح في هذه الصناعه خص تكون عندك واحد النيتورك، خص تكون عندك واحد التيمز ديالك. الا ما عندكش فريق عالمي ومتوسع حول العالم فبالتالي ما يمكنش تنجح. فبالتالي هو ركز على هذه المساله، غادي نشوفوا في المحور القادم ان شاء الله تعالى كيفاش هو كان تيستقطب الناس، كيفاش هو بنى النيتورك ديالو في هذه الصناعه. في الفصل الخامس كذلك قال لك ادعوهم الى فهم منتجك او فرصتك، يعني دير لهم واحد لانفيتاسيون، واحد الدعوه باش يتعرفوا على المنتج ديالك ولا يتعرفوا كذلك على هذه الفرصه الابداعيه الذكيه لامتلاك مشروع حر بدون راس مال. وفي الفصل السادس قدم لهم المنتج، يعني حاول كما تنقولوا حنايا الثلاثيه ديال النجاح اللي واضعين في الشركه ديالنا، استهلك المنتج اولا ثم شارك المنتج ثم دير البناء ديال الفريق. هذا هو الدعوه، انك تقدم الدعوه ديال للناس لمشاركه المنتج او لا الفكره الابداعيه. الفصل السادس الفصل السابع قال لك تابعهم باستمرار. كما كتعرفوا حنا كنستعملوا النظام ديال الرعايه، يعني كنديروا لو باريناج بالفرنسيه، يعني لو باريناج يعني ملي كنديروا داك السيستم ديال الرعايه هو علاش الشركه كتعطيك واحد المقابل، واحد العلاوات، واحد لي بونص على ديك الرعايه. فكلكم راعين وكل يكونوا على الرعاية. ملي كنضم لي واحد العضو جديد كنبقى نتبع معاه، الا كان داخل على الصحه كنت كنوري الطريقه ديال الاستعمال ديال المنتجات، والمنتجات اللي ربما طرف يرفع بها المناعه ويطرد بها السموم. داخل على وديت انه يستثمر وانه يكون عنده دخل اضافي ولا مشروع حر، كذلك تندير معاه المتابعه وكندير معاه التدريبات اللازمه. في الفصل الثامن تكلم على ساعدهم ليصبحوا عملاء او موزعين، يعني حاول انك تساعدهم، شوف فين عندهم الخلل، فين عندهم النقص، فين عندهم المشكل، وتساعدهم باش يتخلصوا من الخلل ومن المشكل. كيف ما تنقولوا دائما حنا في هذه الصناعه ديال البيع المباشر حنا كنصنعوا القاده، ما كنخلصوش القاده، كنصنعوا قاده. حنا اليوم في هذه الاجتماعات وفي هذه التدريبات بغينا الناس انها تستافد وتولي محترفه. فإلا صنعنا القاده غادي نكونوا درنا واحد الشيء اللي هو كبير وبزاف. في الفصل التاسع كنتكلم قال لك ساعدهم على البدء بشكل صحيح، يعني منين يبغى اي واحد يبدا هذا المشروع خصو يبدا بالطريقه الصحيحه كما تيقولوا ان بون ديبار اون بون اريفي، الا بديت مزيان غادي نوصل مزيان. كان ديبار ماشي مزيان معليش نوصل مزيان. الفصل العاشر تكلم على قال انه قم بالتنميه ديال الفريق ديالك وترويج الاحداث والفعاليات. نحاول انني نشارك معهم محاضرات، نحاول انني نعرض عليهم المحاضرات اما على المباشر ولا في المراكز اللي كاينه، نحاول كذلك انني ندربهم ونأطرهم ونعلمهم القياده ونعلمهم كيفاش كذلك ينفعوا الناس هما كذلك اعضاء. في الفصل الحادي عشر اي شيء مفيد يستغرق وقتا تتوصل له، اي حاجه مزيانه في الحياه كتاخذ منها بعض الوقت. وفي الفصل الثاني عشر الأمر كله يستحق، أي حاجة فيها المنفعة ديال الناس وغادي تنفع بها الناس فهي تستحق. إذا كنختم هذه الفقرة هذه بواحد العبارة، قال لك هذه الصناعة صناعة القادة. من هم القادة؟ القادة هم المؤثرون. باش تكون قائد لازم أنك تكون مؤثر في الناس، لازم أنك تعلم الناس، لازم أنك تكون عندك الصفات باش الناس يديروا بحث وباش ينجحوا كذلك. فهذه كانت بعض المقدمات وبعض الأمور على هذه الصناعة ديال البيع المباشر للكاتب ديالنا إريك أوري. وغادي ندوزو للفقرة الثانية باش نشوفوا هذه المحاور السبعة اللي تكلمنا عليها واللي تكلم عليها إريك أوري. كنترك الكلمة واحد الفاصل ديال دقيقة لسيدي أحمد، كنترك ليه الكلمة إلا كاين شي أمور نوضحوا فيها أكثر فمرحبا. شكرا سي عمر لهذه المحاضرة القيمة، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك ووفقك الله سبحانه وتعالى، وأنا أسأل الله عز وجل لك المزيد والتوفيق في هذا الطريق وأن تكون نافعا لك ولغيرك. بصراحة مش غادي نقول يعني كل يومين تأتينا بالمفاجآت، ما شاء الله عليك كل يوم تأتينا بالمفاجآت وبالجديد، وهذه المحاضرة سبحانه وتعالى تعطينا واحد
واحد الحافز معنوي صراحه. حنا كنكونوا شويه بغينا نسترحوا نديروا القيلوله، وبالتالي ما كنستطعوش نديروا ذاك القيلوله، كنحاولوا نكونوا من حسن الى احسن. جزاك الله خير على هذه المعلومات القيمه. الحقيقه الامر واضح، والاخوان راه معنا انتما بفضل الله سبحانه وتعالى اللي عدوا معنا شي تدخلات ولا شي استفسار من سيدي عمر. هذه فرصه، ما بقناش الوقت بزاف. نعم سيدي احمد، احنا دابا يعني هذا الشق الاول من المحاضره، دابا الشق الثاني اللي فيه الامور يعني العمليه اللي كتواجه الاعضاء واللي كتواجه الناس يعني بصفه عامه في الحياه، وخاصه في هذه الصناعه ديال البيع المباشر. حنا كما قلنا غادي نتكلموا على سبعه ديال المحاور، هذه المحاور اللي الناس يعني فعلا كتواجههم فيها صعوبات. وهذا الخبير إيريك ووري، هذا الكتاب انا عندي بالفرنسيه، غادي نحاول ندير واحد التلخيص، يعني هو مكتوب بالفرنسي، نحاول ندير بعد الترجمه كذلك باش الاخوان كذلك يستافدوا. لكن امور اللي هي مهمه كتواجه الاعضاء في جوج ديال المراحل. المرحله الاولى قبل الاستقطاب، باش الاغلبيه ديال الاعضاء اللي معنا حاليا معنا القدامى ومعنا الجدد، لكن القدامى الى جيتي تسولوا في هذا العام ولا في هذه السنه ولا في هذه السنتين ولا في ثلاث سنوات اللي هو مع الشركه، علاش ما تقدمتيش؟ شنو المانع؟ شنو اللي خلاك انك ما تقدمش في هذه الصناعه؟ فالكثير من الناس، ولا ما نقدر نقول جل الناس، يعني 90% من الناس كتواجههم مشاكل في الاستقطاب، في البروتكسيون، يعني كيفاش يهذب واحد الاعضاء جداد. وخا درنا محاضرات على الاستقطاب الفعال المستمر كيفاش كيكون، لكن الناس يعني كتواجههم صعوبات، لانهم الاغلبيه تيكونوا يعني اما خدامين ولا عنده يعني ماشي، ما نقدرش نقول ماشي اجتماعيين، لكن ما عندهمش بالصبريه تيقولوا كره البوبليكو، ما يقدرش يهضر يعني مع الناس ولا كيوصل الناس ولا كيحس بواحد شيء من اذا بغى يهضر مع الناس بحال كيقول انا غادي نطيح من راسي ولا نطيح من القيمه ديالي. فبالتالي تتعذر هذه المساله ديال الاستقطاب. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم حلول عمليه اللي جربناها احنا كذلك، وجربها الخبير في المجال إيريك ووري، باش نسهل عليك عمليه ديال الاستقطاب، لانها عجله من العجلات المهمه في الصناعه ديال البيع المباشر. هذا الكتاب هذا يعني غادي نحاولوا نهضروا على سبعه ديال المراحل اللي هي مهمه في الام ال ام ولا في هذا الماركتينغ دو ريزو ولا في النيتورك ماركتينغ. النيتورك ماركتينغ سبعه ديال الامور الى تقنها غادي تسهل علينا العمليه ديال الاستقطاب، وغادي غادي نوصلوا للنتائج اللي هي مهمه. كيف ما تنقولوا ان 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 ماشي المال هو اللي كيحقق النجاح، ولا يعني اللي كان عندي المال نقدر نجيب المال، لا، الا كانت عندي القياده وكانت عندي لوداس يعني الرغبه الحقيقيه، وكانت عندي يعني الجراه انني ننجح، راه غادي ننجح. كما كنقولوا راه النجاح قرار والفشل كذلك قرار، وهذا الشيء اللي كنتعلموا اليوم في هذه المحاضرات غادي يرفعنا في الحياه بصفه عامه. لانك انت اب ديال الاسره، ولا معنا الاباء والامهات، معنا ربما ناس اللي عندهم اعمال حره، فهاد الامور ان شاء الله غادي تفيدنا كذلك في الحياه اليوميه وفي الحياه الخاصه ديالنا. فبالتالي اول شيء غادي نتكلموا عليه اليوم وهو مهم في هذه الصناعه وفي هذه التجاره الذكيه، خصنا بارك الله فيكم نتعلم واحد المسألة اللي هي مهمة. اليوم خصنا تكون عندنا العقلية ديال الاستثمار، أنك اليوم مستثمر، اليوم عندك مشروع حر، مشروع ذكي، تجارة ذكية. أنت اليوم راكي من الله تعزيكو حل الله البيع وحرام الربا، أنت هذا مشروع حلال 100%، عندك منتجات اللي معترف بها دوليا، عندك نظام عالمي اللي معترف به دوليا ومتواجد اكثر من 100 سنه، انت مع شركه اللي العدد ديال الاعضاء ديالها فات 16 مليون عضو حول العالم. انت اليوم عندك واحد لي زوتي، وعندك واحد لي مويا، وعندك واحد الامور باش تنفع الناس. حنا كاملين كنا كنت اما انا داخل اليوم على الصحه، ولا داخل على البيتين، ولا داخل عليهم بجوج. فبزاف ديال الناس حاليا معاك انت من العائله ومن الاسره ومن المجتمع اللي كتعرفهم من الاصدقاء ومن الزملاء ديال العمل، اما كيعتنيوا بالصحه ديالهم، بغاو يعيشوا بصحه، وبغاو يعيشوا يعني بامور اللي هي جيده، عياو الناس من المنتجات الضاره والمنتجات الاستهلاكيه اليوم اللي كتضر الصحه ديال الانسان. معنا ناس كذلك اللي كيبحثوا على فرصه عمل، معنا ناس كذلك اللي كيبحثوا على دخل اضافي، معنا نساء ورجال في اوروبا وخارج اوروبا اللي كيبحثوا على هذه الفرصه. فإذا ما فعلناش هذا الامر اللي تكلم عليه إيريك ووري وهو مهم في الصناعه، اللي هو قائمه الاسماء، هاد لا ليست اللي ولا هاد اللائحه ديال الاسماء، الا ما فعلناش بالطريقه الصحيحه ولا ما خدمناش عليها، فما عمرنا غادي ندوزوا للاحترافيه في الصناعه. اي مشروع
المشاريع التقليديه كتكون عندنا واحد الداتا، كتكون عندنا واحد المعلومات ديال لي كليون ديالنا. انت اليوم الا عندك اي محل، عندك مخبزه مثلا، عندك اون بولونجري، ولا عندك اون فارماسي، ولا عندك اي اكتيفيتي، اي نوع ديال 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 المشاريع الحاليه التقليديه اللي عندك، فانت كتعمل باش توصل المنتجات ديالك ولا الخدمات ديالك للناس. اما كدير دي كارت فيزيت، كدير دي فلاير، كدير ان سيت انترنيت، كتحاول دير لي ريزو سوسيو باش توصل اكبر عدد من الناس. هذه كذلك تجاره اللي هي ذكيه، غير هي سهلنا عليك حنا الامور، عطيناك المنتجات وعطيناك الفروع وكنديروك التوصيل وكنعطوك عمولات وكنعطوك دي بونيس على المنتج اللي كتبيع عن طريق العضويه ديالك. فعليك انك تخدم، باش تخدم خصك تكون عندك لائحه ديال الاسماء. ملي كنتكلموا على لائحه الاسماء كنتكلموا على المعارف، على الاخوان، الاخوات، الاب، الام، الاخت، الجار، الصديق ديال العمل، الاخوان ديال الدراسه، اي واحد فينا دابا قلبنا غير السمارت فون ديالو غادي نلقاو عنده اكثر من 500 اسم. هاد 500 ديال الاسماء بغيت لك تحطها في واحد لا ليست، تكتبها في واحد لاجندا وتواصل مع الناس. الناس كيقول لك انا ما كنقدرش نتواصل مع الناس وما نقدرش نعرض هذه الفكره هذه. غادي نشوفوا في هذا الشابيتر الثاني لانفيتاسيون ولا الدعوه. الدعوه للناس كتكون بطريقه سهله، ربما الناس ما عندهمش دعوه وما يقدرش يشرح المنتج ولا الفكره ديال العمل لانه ماشي محترف، ما عندوش هذه المهارات هذه. فبالتالي اليوم بغينا نسهلوا عليكم المساله وبغينا نعطيكم الطريقه الذكيه اللي استعملها إريك ووري باش يوصل للنجوميه ويوصل للعالميه. طريقه سهله. هو كيحكي انه في ديك الاعوام خمس سنوات الاولى كان فشل في هذه الصناعه ديال البيع المباشر لانه ما كانش كيتقن الطريقه ديال الاستقطاب. كاين كان ربما كما كيديروا الكثير من الاعضاء معنا كيوصلوا كي تيبدا يهضر بديك الحماسيه. حنا شركه ماليزيا اكثر من 30 سنه حنا متواجدين، عندنا ريشي وعندنا سبايرولينا، عندنا موريزي، عندنا امور كترفع المناعه كترد السموم، كيدوخ الناس كتبقى تشوف كيقول هذا اش كيقول. كيطلع على غانودير، شنو هو الغانودير، شنو هو الريشي، شنو هي سبايرولينا، شنو هو الموريزي. فبالتالي هذه الطريقه ولا كيهضرني على مشروع تكيب دور راس مال كيقول هذا ربما كيعاودنا الخريف. هذه الامور هذه حنا ما عمرنا سمعنا بها كيما حنا في المجتمعات ديالنا في افريقيا ولا في الشرق الاوسط بصفه عامه، هذه امور جديده علينا. فبالتالي كيقول هو ما عمرو دار لا بروسبكسيون ديريكت، ما عمرو دار لانفيتاسيون ديريكت، ما عمرو كان تيهضر مع الناس بطريقه مباشره ولا كيعرض عليهم الفكره بطريقه مباشره. هذا الموكل الاول. اولا من المساله الاولى نديروا لا ليست، نديروا لائحه الاسماء بارك الله فيكم باش نحتاربوا هذه الصناعه. لائحه الاسماء نقدر نديرها نخدم عليها يعني بالتدريج، يوميا نكتب اسمين او ثلاثه، يوميا نكتب اسماء ديال الناس خليهم عندي. ثاني حاجه لانفيتاسيون، لانفيتاسيون كتكون بون مانيير انديريكت كما تيقولوا، واش تكون بطريقه غير مباشره. اولا كيف ما قلنا في, 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 في المحاضرات السابقه لازم تكون عندنا واحد الداتا على 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 على, 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 على العميل المحتمل ولا الزبون المحتمل. كيف ما كنقولوا في هذه الصناعه اما كنخرجوا الناس من الالم للامل. فالعميل المشترك ولا العضو المحتمل اللي غادي نبغي ندير له لا بروسبكسيون ونبغي نعرض عليه اما المنتج ولا الشركه لازم انا اللي نسمع منه. قبل ما نجي انا ونهجم عليه بالمعلومات ونهجم عليه بهذه الامور هذه لازم عليه نسمع منه. بمعنى جلس معاه نتواصل معاه مثلا اللي كان بعيد عليا في التليفون، نعرف الاحوال ديالو، نعرف الاحتياجات ديالو، واش عنده احتياج صحي، واش عنده احتمال احتياج مالي، واش كيحتاج بحال هاد اللقاءات، واش كيقلب على سفريات، واش كيقلب على انه يكون حر ماليا، عيا من العمل، عيا من داك النظام ديال الدوام، نعرف شنو هو الاحتياج اللي عنده. منين نحدد اولا الاحتياج اللي عنده، ولا طريقه ثانيه، منين مثلا يعاود لي على شي واحد عنده شي احتياج صحي ولا مالي، مثلا نعطيو حنا مثال، هو كان عنده احتياج صحي، يعاني من مرض ما مثلا، ولا الاولاد ديالو ولا شي واحد من العائله، نقول له راه كاين واحد المنتجات تنهضر معاه مزيان ونسمع منه، حاول نسمع اكثر ما نهضر، نسمع منه ملي نعرف مثلا عنده احتياج مالي، مثلا احتياج صحي. نقول له راه كاين واحد المنتجات اللي هي طبيعيه، سي دي برودوي اورغانيك 100% معترف بهم دوليا، ممكن يساعدوك في كل المشكل اللي عندك هذا الصحي. نسمع منه، متفق معايا؟ يقول لي نعم متفق، نحاول نسمع منه ديك نعم. يعني خصو هو يقبل بعد اولا الدعوه، يقولك اي مرحبا، ونشوف الا كنتي انت متفق وعجباتك الفكره غادي نصيفط لك واحد الفيديو تعريفي بهذا المنتج. نهضر له على منتج واحد، ما نهضرش له على 10، ما نهضرش له على المثلث، ما نهضرش له على الرباعي، ما نهضرش له على الخماسي، نهضر له على منتج واحد. مثلا عنده ضعف المناعه، عنده مثلا فقر الدم، نهضر على سبايرولينا بوحدها وصيفط له الفيديو ديالها. نقول له شوف نصيفط لك واحد الفيديو في 5 ولا 4 ديال الدقائق، حاول تسمع الفيديو وتواصل معايا ان شاء الله تعالى في العشيه في المساء. واش متفق؟ واش متصل معك في العشيه؟ نعم. يقول لك نعم واخا، صيفطوا الفيديو، تواصل معاه في العشيه وسمعتي الفيديو. اي سمعته، شنو فهمتي من الفيديو؟ ديك الساعه انت كتاخذ
تدي وتجيب معاه في الكلام باش تعرف واش عنده الرغبه، واش اقتنع، واش ما اقتنعش، واش بغى واش ما بغاش. ما نجيش نهجم عليه نيشان بالثلاثي والخماسي وبالرباعي. انت بغيتي يخلص 500 اورو بغيتي يعاود يعيط لك ولا بغيتي يعاود يهز لك التليفون؟ ما عمره يعاود يهز لك التليفون، كن اكيد. لكن الا كنتي حكيم التعامل معه وكانت عندك الطريقه الجيده بلا ما تتكلم معه، راه بعد الاخوان هذا والله معنا سنه وسنتين في هذه الصناعه وفي هذه التجاره الذكيه، لكن باقي ما تعلموش الطريقه الصحيحه باش يكونوا محترفين في هذه الصناعه. راه انا ونكون يهجم عليا واحد ويقول لي خذ الثلاثي والرباعي والخماسي ب 300 400 اورو، ما عادش نصدقه واخا يكون عندك منتج حقيقي. لكن اذا كانت عندك يعني ديك السلاسه والطريقه والحكامه وتكون يعني عندك التدرج وتكون يعني دبلوماسي، حنا كنقولوا بغينا قاده، ناس يعني حكماء كيعرفوا يعني يتصرفوا. فبالتالي اذا كانت عندي هذه الطريقه كيف ما قال إيريك ووري، انني تكون عندي لانفيتاسيون انديريكت، الدعوه يعني بطريقه غير مباشره. كان عنده مثلا احتياج كذلك مالي ولا كيقول لي راه فضل هذا التضخم العالمي المعي شغلات وما بقاش الصالير ديالنا ما بقاش كيكفيونا. كنظن الاكثريه ديال الناس في هذا العصر الحالي واخا يكون عنده كيربح يعني واخا يكون كاع كادر ويكون تيعيش في اوروبا، راه ما عادش يكفي الدخل ديالو وكل الناس يعني محتاجه دخل اضافي. فبالتالي اللي كان تيعاني لي من هذا المشكل ولا ذكر لي هذا المشكل المالي، نقول له شوف انا الحمد لله راني عضو انا كذلك مع واحد الشركه وحققت معها مثلا ارباح مع ناس يعني اللي استفدوا ماليا. وهذا راه صيفط لك واحد الفيديو تعريفي على هذه الشركه هذه الا بغيتي، ونحدد معاه نكون يعني بروفيسيونيل نهضر معاه باحترافيه ونضبط معاه الامور. بارك الله فيكم، العشوائيه ما عادش ما تفيدش في هذا الباب، هذا نكون يعني دبلوماسي ومحترف. نصيفط لك واحد لا فيديو كيهضر على الشركه كيعرف هذه الشركه والمزايا ديالها، وفي العشيه ان شاء الله ولا غدا ولا في الويكاند ولا في الوقت اللي عندك كل يكون عندك فارغ نتواصل انا وياك ونشوف الراي ديالك في هذا الباب. هذه طريقه جدا فعاله ذكرها وتكلم عليها إيريك ووري باش نسهلوا على الناس الطريقه ديال الاستقطاب، مفهوم؟ ثم كيف ما قال هنا، قال لك بروبوز لي لوتي ديال يوتيوب، يعني الحمد لله تكون انت دائما عندك في اليوتيوب ديالك وتكون عندك واحد الفيديوهات ديجا مجهزها واجده، كتهضر اما على المونتاج كلا كتهضر على الفكره الابداعيه ديال هاد التجاره الذكيه، تكون يعني واجد، تكون بروفيسيونيل ماشي تكون مشتت. مثلا قال لك مثلا عندي مشكل صحي، تقعد تقلب على الفيديو وتعيط على الابلاين ديالك سبونسور ديالك، السلام عليكم اسي فلان صيفط لي عافاك شي فيديو، كنش تكون انت واجد مرتب امورك، عندك الامور واضحه ومرتبه، ونتهضر مع الناس تهضر معهم بثقه في النفس. علاش؟ واخا تكون جديد معنا ماشي مشكل انك تكون جديد، لكن انت الحمد لله اليوم عرفتي ان عندنا جوج ديال المزايا اللي هي مهمه، الصحه والمال ثم العلاقات ثم السفريات ثم هذه الامور هذه كامله. فبالتالي يعني ما تستناش حتى تولي انت اكسبير في الدومين عاد تخرج تولي تهضر مع الناس، ممكن انك تنفع الناس ولو بامور يعني بسيطه بلا ما تدخل يعني في تفاصيل يعني ديال 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 الخبراء ولا تهضر كانك طبيب ولا كانك يعني خبير في المجال، لكن ممكن تنفع الناس وتصيفط له فيديوهات اللي كيتكلموا فيها الخبراء اما ديال الصناعه ولا الناس المتخصصين في هذا الباب ديال المكملات. لا ثوازيام كومبيتونس قال لك يعني الانسان خصو يكون بروفيسيونيل ومعقول ويدير واحد المتابعه مع الناس، بمعنى هو هضر عليها في ربعه ديال المراحل، يعني انك اونوري لي زونغاجمون، انك يعني تحترم لي زونغاجمون ديال منين تقول الانسان مثلا عاد صيفط لك واحد لا فيديو مع الربعه ديال العشيه نتصل بك الربعه ديال العشيه تواصل معاه، ماشي الربعه تعيط له مع الربعه وربع، يعني تكون يعني ملتزم معاه في المواعيد اللي عطيتي. المساله الثانيه il s'agit pas de regarder la vidéo, soyez ferme et posé avec un rendez-vous. يعني تصيفط له واحد لا فيديو كيما قلنا وتسمع منه يعني انه قبل انه يشوف لا فيديو وتحدد معه الساعه اللي عادي تواصل معه باش تشوف معه الرغبه ديالو، واش عنده الرغبه انه يكمل معك ولا لا. وانت منين تواصل معه قال لك sur une échelle de 1 à 10 وستوتيي فوت انتيغي بوغ سيت افير، يعني تحاول انت دير واحد التقييم تقول ليه مثلا انت عطيني من واحد لعشرة شكون كتقيم، كيفاش كتقيم هاد لا فيديو، واش انتيريسي با انتيريسي واش شويه وهذا، يعني كتشوف انت لا بوزيسيون ديالو. الا شفتيه ماشي مقتنع بزاف ولا هذا كتحاول تخلي له بعض الوقت، تحاول دير معاه دي رونديف وحدين اخرين مثلا ولا تصيفط له فيديوهات اخرى، يعني ياخذ الوقت ديالو حتى يقتنع بالمشروع حتى يقتنع 100% بالمنتج عاد ندوز معاه الامور العمليه الاخرى. قال لك كونسونتري لي رونديفو سولا ايفيت كو فوتر بروسبي اي لامي،
قال لك عاوتاني تحاول دير مع دي رونديفو لحقاش كيف ما كنعرفوا قبيله. قلنا التغيير ديال النمط ديال التفكير يعني يقدر ربما يسمع على الفكره هذه الابداعيه ديال التجاره الذكيه ولا ديال المنتجات اللي كترفع المناعه وكثرت السموم، وربما يخرج غير يهضر مع شي صديق ديالو في المسجد ولا في العمل يقول راه سمعت وراك عرفتي احنا دابا عندنا العلماء اللهم بارك في اي مجال، يبقى يقول له نو هذيك الشركات راه فعلا راه تركا ولا هذاك الشيء راه يكذوب ولا شي هذا. حاول يعني تكون معاه يعني فاهم وتصيفط له المعلومات الجيده باش ما يديش له شي واحد الراس ديالو. لا كاتريام كومبيتونس غيدي لو بروسبي فيغ لا ديسيزيون فينال، يعني تحاول انك تكون عندك اون بون اتيتود، يكون عندك واحد لو كومبورتمون وواحد الطريقه ديال التعامل اللي هي جيده، وتحاول تفيكسي مع الرونديفو الا بالك عنده الرغبه كتقول له فوالا راه التسجيل معنا بالمجان، راه العضويه مجانيه ومدى الحياه، كتهضر على المزايا ديال العضويه وانه ممكن يسجل معك عضويه، وهذه العضويه راه كتورث الاولاد ديالك راه ما عندوش الريسكينغ، راه ما كيخاطر لا بمال لا حتى حاجه، يعني كيدخل بدون راس مال وعنده الحريه، وعنده كنديروا التوصيل لعين المكان، وان الشركه متواجده في اكثر من 80 دوله، وان الشركه كدير التوصيل لاكثر من 240 دوله، وانك كتاخذ واحد المنتجات بواحد لي بونيس بواحد لي بوين، كتشرح ليه يعني النظام شيئا ما على قدر المعرفه ديالك انت في المجال، كتحاول تقدم له بعض المعلومات اللي تساعده كذلك انه يفهم المشروع ديالك. هذا بما يتعلق بالشق الاول قبل التسجيل. كاين المرحله الثانيه اللي تكلم عليها إيريك ووري بعد التسجيل، يعني دابا حنا اليوم فهمنا هذا الشق الاول اللي هو قبل التسجيل، انني شنو قلنا قبل التسجيل خصني ندير واحد لائحه الاسماء وانني نبقى نجدد فيها دائما وابدا ونكتب فيها الاسماء ونتواصل مع الناس، الطريقه ديال الدعوه تكون يعني بطريقه غير مباشره، اذا ما كانش عندي الثقه بزاف مع الناس الاخرين ولا خفت يعني انني نتحرج ولا هذا، نحاول نقدم الفكره يعني بطريقه انديريكت، ودائما نحطوا في البال ديالنا واحد المساله، شوف راه الدال على الخير كفاعل، انت دائما تستحضر هذه المفاهيم هذه انك تقدم له واحد المنفعه، انك غادي تقدم له اما منفعه ولا تقدم له ان سيرفيس اللي غادي يحسن المستوى ديالو. فبالتالي انت كتهضر وكتستحضر النيه الحسنه انك بغيتي تنفعوا اولا، وان الله تعالى راك ماجور على هذا العمل اللي انت غادي ديرو بغض النظر على انه هو غادي يقبل الدعوه ولا ما يقبلهاش، اش كيبقى شغلاته حتى هذا الكون ما كيتوقفش عليه هو، هذا الكون راه فيه 8 مليار اونص ديال الناس، فإلا ما كانش هو غادي يكون غيره، كيف ما تنقولوا حنا وكيف ما قلنا في المحاضره السابقه عندنا 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 القاعده ديال النسبه، انني الا هضرت مع 30 واستجبوا لي غير 3 فهو كافي بالغرض، فهمتي حنا ما كنقلبوش على لا كونتيتي لكن كنقلبوا على ناس اللي هما طموحين، ناس اللي بغاو ينفعوا راسهم وبغاو ينفعوا كذلك الناس. هذا في الشق الاول اللي كيتعلق يعني بلا بروسبكسيون قبل من التسجيل. كاين المرحله الثانيه اللي هي بعد التسجيل، كيفاش غادي نكون انا بعد التسجيل وغادي نشوف اللي يعني الشريك المحتمل ولا هذا العضو المحتمل شنو الاحتياجات ديالو، ونحاول نخدم معاه سولون لي بيزوان ديالو، نخدم مع الاحتياجات ديالو. كيقول لك هنا يعني خصني نكون معاه من الاول الى الاخير، ما نسجلوش اليوم ونهضر لي على اللي هضرت لي عليه ونخليه، لا الا عندي مجموعات في الواتساب نحاول ندخلوا معايا في المجموعات ديال الواتساب، هذه المساله الاولى باش دائما يوصلوا الجديد والمعلومات وهذه الامور هذه كامله. كانت عندنا تدريبات نحاولوا نديروا ليه تدريبات، كان ندير معاه تدريب يعني خاص ونتواصل معاه على الخاص في, 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 في الاوقات اللي نقدر انا كذلك نتلاقى معاه فيها ونهضر معاه عليها، كان داخل من اجل دخل اضافي نعطي الخطه التسويقيه ونوري كيفاش يقدر يحقق الارباح ديالو مع هذه الشركه، كان داخل من اجل الصحه ندير مع ان سويفي شوف واش خدا لي كومبليمون ديالو شنو الطريقه اللي خدا بها لي كومبليمون، ندير مع واحد التواصل يعني يكون ان اكومبانيمون من الاول للاخير، لان هذا هو السيستم ديال الرعايه، ملي كنكون انا راعي على واحد الفريق يعني خصني ندير ليه فريمون هذيك الرعايه اللي كيحتاجها مني، ما نوصلش ونخليه ونطلقه، هذه المساله الاولى. المساله الثانيه وهي كذلك مهمه، خصك تعرف انك ملي غادي تبدا في البناء ديال الفريق غادي يكون عندك الجيل الاول والجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع، وتكون عندك لا فيزيبيليتي والرؤيه حتى للجيل رقم 11، فبالتالي الاعضاء اللي غادي يدخلوا معك من اجل الاستثمار ومن اجل التجاره الذكيه خصهم كذلك تعلمهم الاستقلاليه، لان واحد النهار غادي يكثر عليك الشغل، واحد النهار تولي عندك فريق كبير، فانت كذلك خصك تعلم هذاك العضو الجديد ولا هذاك الشريك الجديد تعلمه انه يكون مستقل، تقول له هذا راه مشروع ديالك، هذا راه مشروع حر، راه انت هو المسؤول عليه، انا غادي نساعدك بالخبره ديالي وبالاستشارات ديالي والباب ديالي مفتوح،
في التدريبات في الاول للاعضاء وليك انت كذلك باش تتعلم، لكن خصك تعرف بارك الله فيك هذا مشروع خاص بك، والنجاح كيف ما قلنا والفشل راه خاص بك يتعلق بك. اليوم هذه راه فرصه اللي الله تعالى اتاك بهذه الفرصه وقدم لك الله تعالى هذه الفرصه، فخصك تعمل كذلك جاد باش انت كذلك تنجح. المساله الثانيه كنتكلم عليها في الكتاب، المساله الثالثه اللي تكلم عليها في الكتاب وهي كذلك مهمه، كتقول العضو المحتمل ولا هذا العضو الشريك من بعد التسجيل بطبيعه الحال ملي نشوفك ترخيتي، ملي نشوفك ما كتحضرش للمحاضرات والتدريبات، ملي نشوف العطاء ديالك يعني تاخر معنا، كيفاش بغيتي نتعامل معك؟ واش عادي تواصل معاك يعني ونقول لك السي فلان راك المحاضره ما كتحضرش ليها ونبقى نحس بك؟ واش انت من النوع ديال الناس اللي ما تبغي حتى شي واحد يدير لك يعني انغو معك ولا يتواصل معاك يعني انت كتعرف اش كدير، ولا بغيتي يعني صاحب كما تنقولوا صاحب نتواصل معاك ونحفزك ونرغبك؟ كيفاش بغيتي الطريقه ديال التعامل ديالي معاك؟ لحقاش بارك الله فيكم عادي تعرف واحد المساله، عادي ترى مشروع حر وعالمي وفيه الاجيال كثيره وفيه التوسع والانتشار، يعني التيمز ديالك ولا النيتورك ديالك عادي يكبر. فهاد الامور اذا كانت واضحه من البدايه للنهايه كتكون النتائج هي مزيانه، الا كان داك الالتزام وكان هذاك الاتقان في التعامل مع الشريك المحتمل حتى النتائج كتكون متقدمه. كلما كنا محترفين في التعامل وكنا يعني كنعرفوا اش كنديروا الامور كتمشي على ما يرام، لكن الا خلينا الامور عشوائيه فالنتائج كذلك كتكون عشوائيه. لكن انا كنعرف بعد الرعاه ديال الفرق اللي ربما وصل نجم ماسي واكثر وعنده خط او خطين تحت منه وباقي ما كيعرفش يدرب الفرق ديالو، باقي ما كيعرفش يدير الرعايه المستمره الفعاله. علاش؟ لانه كما قلنا في الاول اما هو من داك الصنف الاول ديال الهوات ولا من داك الصنف الثاني ديال لي بوزور، يعني ما خداش الامور باحترافيه وباتقان، وحتى هو كذلك بغى يبذل من المجهود باش هو ينفع كذلك وينفع، لكن تيبقى ديما يعول على السبونسور وتيعول دائما على الراعي انه يقوم بالعمل ديالو، واذا واحد النهار اتصل بالراعي ديالو لقاه ربما مشغول ولا هذا كيتقلق عليه بحال انه راه في الاخر راه خوابه. لا، راه النجاح كما تنقولوا راه انت هو المسؤول على النجاح، هذا راه مشروع حر بارك الله فيكم. السبونسور يكفي انه دلك على هذه الفكره، يكفي انه دلك على هذا المشروع في الاول وانه يعني قدم لك الدعم والاستشارات كما تنقولوا، يبدا من حيث انتهى الذي من قبلك، هو راه يعني عطاك واحد الخبره وواحد التجارب وعطاك الامور اللي تساعدك في التقدم في المشروع ديالك، لكن انت كذلك خصك تكون مستقل. علاش؟ القياده باش تكون قائد يعني بما تحمل الكلمه من معنى، خصك تكون مؤثر. الا ما كنتيش مؤثر ما عمرك غادي تكون قائد. كيف ما تنقولوا الليدرشيب هي اللي كتحقق بها النجاح، الا كنتي قائد تقدر تحقق النجاح، الا كنتي مؤثر تقدر تحقق النجاح. الا بقيتي ديما مخبي اللور وكتسنى السبونسور ديالك والراعي ديالك والابلاين ديالك ويدير في الماديك فما عمرك غادي تحقق. حنا اليوم بارك الله فيكم بغينا نصنعوا قاده، بغينا ناس تنفع، بغينا ناس تكون مؤثره، فبالتالي هذه الامور اللي افدنا بها إيريك ووري، انا اللي كنتكلم معكم ما عمر قدمها لي الابلاين ديالي من باب يعني من باب الامانه. انا الحمد لله يعني ما استقطبني حتى شي واحد، انا كنت كنقلب على منتج كما قلت لكم في الكثير من المحاضرات وسجلت راسي براسي ما سجلت حتى واحد. الابلاين ديالي والراعي ديالي ما عمري تكلمت معاه هاتفيا تليفون. علاش؟ هو في اليمن يعني السبونسر يعني الراعي المباشر ديالي هو في اليمن، كنت كنتواصل مع ديك الساعه من بور كورونا لقاش كنت خديت مكملات، كيقول لي انا عندي النت تعبان ما يمكن نتكلم معك على الهاتف، النت تعبان. بقيت كندير ويا راسي، بقيت كنقلب راسي على الخطط التسويقيه كيفاش هو استقطاب هاد الامور هادي. انا ما كرهتش في الوقت ديالي نهار انا تسجلت مع شركه الابلاين ديالي قدمها ليا، لكن شي مشكل انا دير ويا راسي. واليوم ما بغيتش الجدد ولا القدامى انهم كذلك يمروا في المرحله اللي مرت فيها انا باش يحرقوا الوقت. راه كلما كانت عندنا الخبره والناس فادونا، القدامى فادونا بالخبره ديالهم، كلما غادي نربحوا الوقت. الا كنتي غادي تخصك 10000 ساعه باش تحترف في هذا المجال ربما ديرها في اقل. علاش؟ لحقاش النجاح كيجي كما تنقولوا حنايا بالتقليد. عندك واحد الانسان اللي هو ناجح، واحد الانسان اللي الدخل ديالو وصل لمليار وربع في الشهر، انسان اللي النيتورك ديالو فات 500000 عضو، النيتورك ديالو كاين في 60 دوله. انا اللي كنتكلم معكم الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى النيتورك ديالي فات 16 دوله، عندي اعضاء حول العالم، النيتورك ديالي اللهم بارك يعني كبر، عندي واحد البوتونسييل، عندي واحد الاكسبيريونس بغيت اليوم نفرقها مع 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 الجدد ومع القدامى كذلك اللي باش نحترفوا هذا المجال وتكون عندنا فرق عالميه، ولا سيما مع النظام الجديد ديال الاي اس بي اللي الشركه ديال دي اكس ان اتخذته
ابتداء من هذا الشهر راح بدا ديجا في اسبانيا الاي اس بي. الاي اس بي هو النظام ديال الرعايه الفعال المضاعف باش تحفز يعني الاعضاء انها توصل الرتب اللي هي متقدمه في الشركه. الا كنت غادي دير مثلا توصل النجم ماسي في 6 اشهر ممكن تحققها في 3 اشهر لان النقاط مضاعفه. وعادي يطبق كذلك في فرنسا وفي هولندا في الاشهر القادمه، والشهر الماجي اللي هو الشهر 1 2024 غادي يطبق كذلك في تركيا. هذا النظام اللي اتخذته الشركه باش تحفز الاعضاء انها تكون عندهم مردوديه ويحققوا نتائج متقدمه. وفي الاخير لا سيتيام كومبيتونس يعني المهاره السابعه اللي تكلم عليها اريك اوري هي كونساكري دو طون بور ساميليوري. باش تقدم في الحياه لازم انك تعطي من الوقت ديالك من اجل التعلم والتطوير. لكن البيئه ديالك سيئه اليوم حاول تقلب على واحد البيئه اللي هي ايجابيه، واحد البيئه ديال الناس الصالحين. الصالحين راه موجودين حول العالم. كنتي عندك مشاكل يعني حاول تقرا وحاول تتعلم، حاول تطور من النفس ديالك وتجتهد يوميا باش تنجح كذلك وباش توضع البصمه ديالك في الحياه وباش تكون مع المؤثرين ومع القاده حول العالم. لان هذه الدنيا راه زائله لا محال. لكن واش بغيتي انت اليوم توضع البصمه ديالك؟ واش بغيتي تكون واحد الرقم اللي هو صعب ومريتي ونفعتي واستفدوا منك الناس واستفدوا من العلم ديالك؟ ولا بغيتي تجي وتعيش واحد الحياه ديالك جميع ديال اغلبيه من الناس، واحد 90% ديال الناس حول العالم كيعيشوا واحد الحياه اللي هي بسيطه، تيقول كتشي قسم الله، سكن متواضع، حياه متواضعه، دخل متواضع، سياره متواضعه، علم متواضع، يعني مر الكرام. ولا بغيتي تنفع الناس، بغيتي تنفع نفسك، وبغيتي يكون عندك واحد السايت اللي هو عالمي. كيف ما كنقولوا دائما في هذه الصناعه ديال البيع المباشر، حنا ما كنخلصوش القاده ولا نشتري القاده، لكن كنصنعوا القاده. وباش تكون قائد خصك تكون مؤثر. نختم بواحد القصه ديال الدكتور ريم. كان في واحد اللقاء وسولوا احد الاعضاء قال ليه شنو التقدمات، يعني شنو الرؤيه ديالكم في هذه 5 سنوات المقبله الشركه ديال دي اكس ان. قال لي احنا الشركه ديال دي اكس ان في هذه 5 سنوات اللي دازت راه حققنا تقدم، حققنا توسع عالمي، ضعفنا المبيعات ديالنا، ضعفنا عدد ديال الاعضاء ديالنا، وعلي نستمر احنا في هذا التقدم وفي هذه المضاعفه. لكن السؤال اللي خصك تسولني انت شنو غادي دير غدا؟ انت شنو هي التصور ديالك لهذا السنه المقبله ديال 2024؟ واش بغيتي تبقى كموزع وكعضو عادي، ولا بغيتي توصل لشي مرتبه مع الشركه؟ واش بغيتي تضاعف النقاط ديالك؟ واش بغيتي تضاعف المدخول ديالك؟ واش بغيتي تضاعف التعاملات ديالك؟ واش بغيتي الانتشار والتوسع؟ كما كنعرفوا الشركه عطيك سيستيم ومنتج وعطيك الحريه انك تخدم حول العالم. فاليوم شنو التصور ديالك لسنه 2024؟ شنو التصور ديالك لمنفعة الناس حول العالم؟ كيفاش التصور ديالك لهذه الأمور هذه؟ بارك الله فيكم، هذا أمر مهم. فكنتمنى أن الإخوان يكونوا استفدوا من هذه المحاضرة. كنشكركم على حسن الاستماع، وكنترك الكلمة للسي أحمد الأزعر. سي عمر جزاك الله خيرا، الرسالة واضحة. معنى هذا كأننا فهمنا إما نظن نجتهد ونخدم على رأسنا ونكون رأسنا، وإلا غادي تتركونا. جزاك الله خير. لا سيدي عمر، حنا ما واخا انت تبغي تتركنا ما تتركوكش. ان شاء الله لا بد الاخوان عندهم الطموح باغين يخدموا، والدليل على انهم عندهم الطموح باغين يخدموا الوجود ديالهم معنا الحمد لله في المحاضره ديالك القيمه، وكنتصادروا المحاضره ديالك بفارغ الصبر. اياك ثم اياك ان ترحل عنا. مرحبا. لكن شوف، بارك الله فيكم، حنا بغينا كما كنقولوا دائما الاحترافيه، بغينا نتائج، ما بغيناش كلام تجمعات، ولكن نتائج غير موجوده. جزاك الله خير سي عمر على الفائده، يعني الشيء اللي استفدنا منه هذه الليله الحمد لله. انا شخصيا كيف نتعامل مع الشريك المحتمل ما قبل الاستقطاب وما بعد الاستقطاب. هذه محطات مهمه جدا، خاص القائد يعني يخدم عليها ويطبقها يعني في الحياه ديالو اليوميه ويطبقها مع الناس. صراحه لا طبقنا على هذه المعلومات اللي جتينا ديال هذا المحترف، راه الحمد لله الامور غتكون عندنا بخير وعلى خير. جزاك الله خيرا، كنشكرك سيدي عمر على هذه المحاضره القيمه. يعني محاضره بعد محاضره الحمد لله، يعني كتبدع، وكان ما شاء الله اسال الله تعالى ان يحفظك، وان ان شاء الله سبحانه وتعالى نريك فينا ما يسرك ان شاء الله. يعني السي عبد العزيز الوهابي لا تحرك، هذاك راه ما شاء الله راه غادي يوصل، راه ما غادي يضرب اي ضرب غير هولندا، هذاك يضرب اوروبا ويضرب افريقيا كامله. انا بغيت عتيقه، إذا كان ممكن أخت عتيقة بغيتها، لقيت كنا تكلمنا أنا وياها على الخاص،
هذه واحد اليوم او يومين على الام ال ام، وبغيت نعرف الراي ديالها وبغيت تشارك معنا كذلك التجارب والخبره ديالها في هذا المجال، لان هي كانت درت واحد البحث على 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 هادشي ديال لي شامبينيون، العالم ديال لي شامبينيون والمنافع ديالو على الصحه ديال الانسان. وملي تكلمنا على الام ال ام ما كانتش عندنا معلومات كثيره، بغيت نعرف الراي ديالها وشنو استفدت معنا اليوم الاخت عاتقه. الا ممكن تشغل الميكرو ديالك وكان ممكن تتكلم معنا. الدكتوره عاتقه ما شاء الله، اسال الله تعالى ان يحفظها. تفضلي يا اختي. السلام عليكم. الميكروب مفتوح ولكن يعني الصوت غير موجود. يعني لك كنت مع الوالد خدي التليفون ديال الوالد، ولكن ان شاء الله اذا كان ممكن انا اتكلم اذا كان متاح فهو نستافد ان شاء الله من الخبره ديالك كذلك، ونشوف شنو استفدت معنا اليوم كذلك، ولا عندنا شي مداخلات، وعلى بيد ما توضب يعني راسها اذا كاين شي سؤال ولا شي امر، يعني شي سؤال في هذا الباب اللي تكلمنا عليه اليوم في هذه السبعه ديال المهارات الاحتراف، هذه الصناعه الذكيه وهذه التجاره الذكيه. فمرحبا بالاقتراحات ديالكم والتساؤلات ديالكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا عاد شنو طراني يمكن شي خلل في التليفون ديالي، ما سمعش مزيان، نمشي نخرج ان شاء الله. راحت كنسمع راسي دوبل دابا. نعم لا كنسمعك جيد دابا الحمد لله. لا هي اللي ما كتسمعش، هي اللي عندها المشكل ماشي. المهم بغيت نقول انا بعدا نتعرفكم هكا على راسي. سميتي عاتقه البوزيدي بنت مصطفى. انا ما كنتش ما كانش عندي علم بهاد التجاره، واخا انا عندي كنت عارفه في شويه في القديم، كنت عندي شويه مع السيوس. في الاول منين